وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الشارقة الخبير الاقتصادي محمد الطراح. بعد التحية أستاذ محمد، طبعا إيران اليوم تواجه اضطرابات وأزمة اقتصادية بعد عودة العقوبات الأمريكية على طهران. نلاحظ بأن العملة الإيرانية اليوم فقدت 70% من قيمتها، وارتفاع السلع الأساسية والمواد الغذائية طبعا بأكثر من 50%. كيف نصف اليوم هذه الحالة أو المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الإيراني؟ هو أهلا وسهلا في مشاهدي ومستمعي تلفزيون البحرين. بالنسبة إلى العملة الإيرانية، حسب العقوبات الأخيرة التي أقرت من قبل الإدارة الأمريكية، زادت أعباء كثيرة، يعني مقارنة بما تعادل من عملات بالنسبة للدينار البحريني وبالنسبة للدينار الكويتي، تقريبا بما يعادل 6.5 كويتي، حوالي 7 دينار للمليون بحريني. تقريبا فقدت الكثير من هذا الزخم على ما كانت سابقا. فولنقل قبل 20 عام كانت العملة تساوي 200 دولار، يعني 200 دولار للألف وليس للمليون. الآن المليون بما يعادل 7 دينار. فهذا الزخم والضغط عليها عمل تضخم في الداخل، والتضخم السلع زادت على المواطن البسيط الإيراني. السلع اليومية، القوت اليومي زاد عليه، ولا يستطيع يعني طبعا القائمون على النظام بمحاربة هذا التضخم لأنه خارجي، فهم يحاولون أن يبيعوا الريال الإيراني بعملات أخرى، فلا يستطيعون شراء الدولار. الدولار يعني بقى عملة صعبة وصعبة المنال بالنسبة إلى كان طبعا المواطن يريد أن يعالج في الخارج أو أن نعم. سيد محمد، نعم. كيف تقرأ اليوم يعني هذا التناقض في تصريحات المرشد الإيراني الأعلى، حيث دعا أو اتخذ إجراءات وصفها معارضون بأنها تهدف إلى تصفية المعارضة الرافضة لسياسته، لكن إجراءات لا تحل الأزمة الاقتصادية الحالية؟ يعني ما هي السيناريوهات المستقبلية للنظام؟ النظام بما يعني يحاول أن يبرر هذا الضغط على العملة بأنه بالأخير تقريبا آخر تصريح بالنسبة لهم أنه هو بالداخل، إحنا لو ضبطنا الداخل والفساد من الداخل، نعم. لا يكون ضغط على الريال الإيراني، وهذا غير صحيح. العملة فقدت لأنها ليس لها تغطية، والتغطية طبعا تكون بالذهب وبالعملات الأجنبية. نعم. عندما ضغطت الإدارة الأمريكية فقدت العملة قيمتها، يعني أصبحت عملة ورقية لا لها قيمة. ليه؟ لأن النظام يحاول بقدر المستطاع أن يوفي بالخارج، فيوفي بالنسبة لليمن، ويوفي في سوريا، ويوفي في ويصرف المدخرات على تقريبا الأعمال الخارجية الإرهابية بمعنى الداخل. نعم، وليس للداخل أي نصيب في هذا. ونلاحظ أن في الداخل يحاول المواطن أن يشتري السلع الأساسية، يحاولون أن يصدروا إلى دول الخليج الفواكه وكذا لكي يحصلوا على الدولار بطريقة غير مباشرة، ولكن المواطن من الداخل لا يستطيع شراء أي يعني مستلزمات. نعم. مستلزمات الحقيقية بالنسبة له. المواطن عاجز عن شراء، فيضغط على النظام ويتظاهر، حسب ما نشوف على اليوتيوب ونشوف يتظاهر. نعم. ويلمس بالنسبة إليه لكي يحاول أن يوصل صوته
ولكن لا حياة لمن تنام. نعم، من الشارقة الخبير الاقتصادي محمد الطراح، شكرا جزيلا لك.